السلام عليكم الإخوان، أهلا وسهلا ومرحبا. معنا اليوم واحد ضيف جديد، ضيف جديد معنا اليوم أول مرة غادي نتكلموا عليه، اللي هو محبوب الجماهير. كل شيء كيموت عليه، كل شيء كيبغيه. أنا كان بحو بزاف 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 بزاف، وانتوما كذلك، انتوما كذلك، يعني المغاربة والمغربيات، كبير وصغير، فقير وغني، كما بغى يكون المغربي ولا المغربية كيموتوا عليه وكيبغيوه. هذا السيد هذا فقير جدا 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 جدا، مسؤول كبير جدا 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 جدا. معنا اليوم عزيز أخنوش، عزيز أخنوش اللي ولا هذه الكلمة هذه ديال عزيز أخنوش ولات متداولة، الجميع كيتكلم عليه، القنوات كاملين كيتكلموا عليه، يعني الصحافة، المؤثرين، المؤثرات، كل شيء كيتكلم عليه. عزيز أخنوش ومن لا يعرفه، إنسان بسيط فقير يحب المغاربة، كيتعامل معهم، المعيشة الحمد لله رخيصة، كل شيء واكل، كل شيء شارب، الصحة والسلامة، تعليم وموجود، ما عندناش المشاكل في التعليم، أو تقول واش عندنا شي مشكل في التعليم، الصحة ويلي ويلي كل شيء فابور، مشيتي للقطاع العام فابور، مشيتي للقطاع الخاص فابور، السكنة كل شيء ساكن، أما بقاش عندنا شي واحد كاري ولا راهن، والو 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 والو. هاد السيد هذا راه أجره كبير عند الله، راه أجره كبير عند الله، راه هاد السيد هذا راه شوف راه الجنة، هذا وقيل حتى هو راه يعني مبشر بالجنة، يعني هذا على الشيء اللي كيدير راه مبشر بالجنة. قلنا بأن التعليم كاين شي حاجة شي مشاكل، بحال سمعنا شي حاجة بحال هكا، ولا الوليدات راه كيقراو كل شيء بخير وعلى خير، وحتى هو راه معاول. اسمع شنو قال لنا السي عزيز أخنوش. اسمع، يرجعوا للأقسام، بغينا التعليم يكون في المستوى، بغينا جودة في التعليم، وبكل بساطة احنا يعني منفتحين ان نعودوا نجلسوا مع الأساتذة باش نشوفوا يعني كيفاش يمكن لنا نجودوا هذا، لانه الأهم ديالنا انه المدرسة خصها تكون في المستوى، الرجل المناسب في المكان المناسب، كي تواضع تواضع سي متوالع، شوف كيفاش كيسلم على الفقراء، شوف كيسلم عليهم، واحد الغني راه واقف تما تخطاه ما غاديش يسلم عليه، هذاك اللي لابس ديك القصوه داكشي ديال بحال السيكوريتي ديال بحال شي لعيبه، واش شي كيتخطاه؟ ما عندوش المشكل، هو تيمشي غير عند الفقراء والناس اللي مساكن والو، داكشي هما دوك الاغنياء، وداكشي اللي واقف هذاك اللي واقف هو الاولاني، هذاك كاع ما تسوق ليه، كاع ما تسلمش عليه. تواضع تواضع تواضع، جاب لينا ربي واحد رئيس الحكومة ما كاينش في العالم، ما كاينش وحتى ملي تيبغي يترشح في الانتخابات وهذا الشيء، وكيخاطب الناس وتيعرف كيفاش يهضر، وتيكون اش نقول لكم زويون زويون بوغوس بوغوس أخنوش، الله إلا بوغوس أخنوش، والسعادة والله إلا المغاربة عايشين السعادة بالله، وكل شيء بخير وعلى خير. وانتم شوفوا كيفاش هذا السيد هذا في الانتخابات ديالو، يعني ملي تيبغي يترشح الانتخابات كيفاش كيكون، يعني تيتزنك كيتزنك. شوف 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 شوف، نهار 8 في الشهر، نهار 4 بلي يفيق وشرب القهوه ديالو ولا كاس داتاي ديالو، يقول اليوم خصني نغير، خصني نغير، خصني نصوت، وإلا عجبتو الحمامه يصوت على الحمامه. واش نقول لكم؟ فرحاتنا وسعداتنا وبهذا الرئيس هذا اللي الحمد لله كل شيء مفتح وكل شيء بخير. واش نقول لكم؟ وزيرو مشكل، الله إلا بالله في هذه البلاد هذه زيرو مشكل. واش نقول لكم؟ دوزنا رؤساء الحكومات قبال ودوزنا بزاف، وهذه جهادة، وإنسان بسيط فقير ما فحالوش، تاهو مسكين تيمشي تاهو تيتقدم بحالو بحال الناس، تيتاوى تاهو كيتاوى وهادي، ولكن شنقول لكم؟ عنده أعداء، عنده أعداء، الناس عنده أعداء، ما
ماشي ما نكذبوا على الله، حرام عنده اعداء ولكن عنده اصدقاء بزاف، اصدقاء اللي كيحبوه. وتنقول لكم انا راه بالكثره موجودين، منهم الصحافة، منهم الناس خوتو في الصنعة، عنده تبارك الله، عنده الناس اللي كيحبوه. بحال واحد مثلا هنايا واحد الصحافي هو تيبغي بزاف، انتم باش أساتذة خارجين والأطباء خارجين والفلاحة كاعين والحريق كيتزاد، عطيونا شنو ربحنا في هذه الحكومة أخنوش يا الله. دابا تصوروا بن كيران عنده شركة البحر وعدي 800 مليون، فين هما دوك اللي كانوا كيغوتوا على بن كيران والبيجي دي وصوروا لنا داعي جاي والظلام والخلعة والفلوس شركة جافي؟ ماشي غير هو بوحده، ماشي غير هو بوحده، ذكور وإناث، راه كاين حتى الصحفيات الاعلاميات البوكوسات اش قال لي سميتو بن كيران ما عندك الله ما عرفش كائنات، هي كائنات ولا واحد الكائنه هي حتى هي كتموت على سميتو على اخ النوش، ولكن ما عرفش والله ما عرفش الشيء هذه باقي ما متاكدش واش كتبغيه ولا ما كتبغيهش، ما عرفتش، لان بعض المرات كتبغيه بعض المرات ما كتبغيهش. هنايا بغاتو هنايا حتى هي كتبحو. يلا اسمع عزل رؤساء جماعات باسم تنازع وتضارب المصالح، يعني انت ما يمكنش تكون في السياسه وتستغل المنصب السياسي ديالك باش تبدا تدوز للشركه ديالك صفقات، وتستغل المنصب السياسي ديالك باش تحتكر السوق الحر وباش تبدا تخلع الناس اللي عندهم شركات منافسه وتجري عليهم. الا ما تشوفوش حجم الفضيحه كيما ديباس، وحتى نتوما خاص المخ ديالكم يوقف امام هاد المهزله وهاد السيرك وهاد البورديل، راه ربي سبحانه وتعالى ما خلقناش بحال. ها واش نقول لكم، والله يعطينا القبول ديالو، الله يعطينا القبول ديالو، هاد السيد هذا راه مقبول عند الناس بزاف، كلشي كيشكروا كلشي هذا وداكشي. وواحد القضيه اخرى عاوتاني، السيد راه ملتزم، راه ملتزم هذه بشهادة العائلة ديالو، بشهادة ديال العائلة ديالو، راه ماشي بأن السيد راه ملتزم. هانتوما سمعوا عاوتاني الناس العائلة ديالو شنو غيقولوا. كوميرسون وحنا ربونا والدينا على المعقول، أنا شلحة وشلوح معروفين بالمعقول، دونك حنا مولفين المعقول والخدمة، وهذا الشيء تربيت فيه ملي كنت صغيرة، ورباوني والديا باش ندير حاجة اللي فيها الصالح العام. هاتو راه انا ما قلت والو، العائله ديالو حتى هما راه ناس عائله زعما ناس مؤدبين، ناس يوفروا للبلاد بزاف د الحوايج، ما كيبغيوش غير راسهم، يعني احترام تام وهادي داكشي. وشدينا واحد اللقطه ويبين لينا زعما الاحترام التام والناس زعما راه انتم شوفوا ابو زعيط راس بجوج واقفين كاع معاهم، ابو زعيط راس ويلي وين قرب شي واحد، يا ويلي قرب شي واحد تمايا، ماشي ابو زعيطر واحد، ابو زعترين مريحين حدا اخنوش والحرام ديالو. وديروا ما بغيتوا تصوروا مع راسكم، باش تعرف ان بنادم التواضع، التواضع الناس متواضعين، الناس جالسين قدام الرياضيين، قدام الناس ديال شاكو ديال لي كومبا، الناس ديال لي كومبا، الناس هادو قول شي واحد يقرب ليهم تمايا، ما عندهم بلاش يخافوا، والله ما كان عندهم بلاش يخافوا، ما عندوش بلاش يحشموا، ما عندوش بلاش يخافوا، ناس زوينين ظريفين كيحبوهم المغاربه، حتى هما كيحبوا المغاربه، كلشي رخيص. حنا اش نقول لكم، وقالوا لنا البوطه راه غادي ينقص ليها الثمن، حتى هي البوطه غادي ينقص ليها الثمن، غتولي ديك الساعه وطيب ليا مع راسك، واخا تاخذ شوف واخا تاخذ النعجه، شي النعجه لحم النعجه اذا خديتيه وغير خوي عليه البوطه، ما تخاف شوف وما تخافش ما تخممش، البوطه غترخاص، البوطه غتولي رخيصه، واخا شوف واخا واخا نهار كامل تشعل البوطه على لحم النعجه غتاكلها طايبه، غتاكلها طايبه. بطاطا
وشكون اللي بغى يديها فيها ولا تغام ملوحه تندوزو من حداها كنلقاو بطاطا غام في السواق الدراري الصغار كيتشيروا بها ولا بطاطا ما بغى حتى شي واحد بطاطا ولا بطاطا كل شحال نقولوا شي حاجه رخيصه وولات بطاطا ودابا راه بطاطا ولات بطاطا شنو باقي عاوتاني عندك الطوموبيل سير ستاسيون عندك الفلوس عمر ما عندكش عمر شنو عاوتاني قلنا الصحه هضرنا عليها الصحه ياك ودوينا على الصحه الصحه ما عندناش مشكل فيها كلشي صحيح بفضل السي أخنوش بفضل ديالو كلشي صحيح كلشي بخير كتمشي ضراتك المعده سير عند الطبيب مالك شنو خصك تضرني المعده هاك قيد 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 تيقول له دوز ضرب الدوره من هنايا فابور الدواء خذو فابور ما بغيتي نعمر لك التغطيه الصحيه انا عمرها لك واخا خليتي فابور ما كاينش مشكل رئيس الحكومه راه موصينا موصينا تهلاو فيكم راه موصينا تهلاو فيكم يلا التعليم العمومي مالو موجود دخل تقرا خصوصي واخا عطيت شي حاجه عطيت حاجه رمزيه عطيت شي حاجه رمزيه راه المدارس الخصوصيه عندنا قليله في هذه البلاد ما كاينش بزاف ما كاينش بزاف اه شي جوج الناس دايرين شي جوج مدارس كل مدينه فيها جوج مدارس داكشي رمزي ولكن الحمد لله الدراسه العموميه عندنا كلشي متوفر فيها والاساتذه وبخير وعلى خير وما خصهم خير اساتذه ولاو عندنا اغنياء وداروا الرزق وداروا الفلوس تيديروا الدعم في ديورهم الا صاحبي الا هذوك راه هذوك الناس المسكين العاطلين على العمل ولا وتيبغيو يعاونوا الناس زعما راه فهمتيني اصحاب الشواهد العليا وداك الشيء تيكونوا مازال بغاو يرتاحوا شويه ما بغاوش يقلبوا على قدبه ما بغاوش تبان فيهم معاه يتخسخوا تي عندهم الدويره واحد البيت ولا شي حاجه كيجمعوا فيه ولا الدرب ولا هذيك كيقريوهم وهذيك كيتهلاو فيهم والامور هي هذا ما عندناش مشكل في التعليم ما عندناش السكن لا السكن راه قالوا لنا غادي يدعموهم ولاش غيدعموهم وكلشي رخيص جوج في المليون ثلاثة تشري لك دار مالك شحال مقيومة هاد الدار شحال مقيومة ها البروموتور المنعش العقاري ويلاه تيربح واحد 2000 درهم في الدار ما تيفوتهاش يلاه عنده داكشي ديال تيخلص الخدامة ويخلص البريك ويخلص الرملة ويخلص الحديد ويخلص هادي وداكشي شاطو شي بركة ولا شي حاجة راه قانع ايوا شنو عندو 10 ديور كل دار يربح فيها 2000 درهم بخير وحنا غادي عندنا هو الدعم غادي نستافدو منه عاوتاني غنوليو حنايا الديور غنشريوهم فابور وشكون اللي بغى يسكن يلا جوج ديور ثلاثة أربعة لكل مواطن إيوا يلا مالكم كلشي الحمد لله موجود هادشي كامل تيرجع لرئيس الحكومة هادشي شوف راه كان عندنا شي رئيس حكومة آخر راه هادشي راه ما كاينش هادشي راه ما غتلقاوش رجعوا عاوتاني وشوفوا رئيس الحكومه شنو غيقول لينا اسمع اسمع هاد القيم باش نكونوا واضحين وقالوها الاخوان وكوا راه ما كاينش مزايدات راه ما كاين غير الله الوطن الملك واللي يسحبوا بانه غادي يجي ويبدا يدير القذف ويبدا يسب في المؤسسات وداك الشيء راه ما عندوش بلاصتو في البلاد راه اللي بغى هذيك البلاد ديالنا المغرب خاصو يحترم الشعار ديالنا الله الوطن الملك ويحترم المؤسسات ديالنا ويحترم الديمقراطيه ماشي بالقذف باش غادي نزيدوا للامام وسمحوا لي ماشي فقط العدل اللي غادي خصي يدير العدل ولا لا جوستيس اللي كدير خدمتها لان واحد سب ولا هذا المغاربه خصهم يديروا خدمتهم المغاربه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو عنده الصح خصو يعاود لينا التربيه راه ما قال غير الصح المغاربه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو راه ماشي كلشي بحال
هذوك الناس اللي كيبغيوه بزاف اللي كيموتوا عليه بزاف خصو يعاود لهم التربيه راه ما يمكنش ولا ما لازم ما رباوهش والديه عزيز اخندوش غيربيه ولكن راه والله الا بالله شوف راه قالها والله ما كذب بعيدا عن الطنز بعيدا عن الطنز والله ما كذب الى السيد ربانا تربيه اللي شنقول لكم اللي ما رباوش اللي ما رباوهاش لينا والدينا وما رباهاش لينا حتى المخزن جا عايز اخنوش عاود لينا التربيه الله يلا برافو عليه شنقول لكم انا بنادم تواضع 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 في الجماعة ديالو مع الناس ما تيدابز ما كيتعصب ما والو نقاش معقول نقاش ما تيخصش الهضرة وما تيعايرش وما كيسبش سمع شوف الله يخليك نقطة نظام نقطة نظام نقطة نظام الاتفاقيه كاينه في الدماغ ديالكم بهذوك صحاب الفيرتيال اللي بغاو يديروا ما كاين حتى اتفاقيه توقعات وما كاينش اتفاقيه كاينه موجوده فوق الطاوله هذاك ماشي شوف نهار اللي تكون نهار اللي تكون شي حاجه راه كاينه الاغلبيه هنا وكاينه الديمقراطيه وكاينه المعارضه وكل واحد يلعب الدور ديالو وسدينا هذا الموضوع شكرا لكم وما تحاولوش تبداو يعني تشدوا لوبينيون بيبليك وتلعبوا به شوف ما تكذبوش على الناس ما تكذبوش على الناس ملي كتفيقوا في الصباح خصكم تشوفوا وجهكم في المرايا وتشوفوا التاريخ وتشوفوا واش دا واش ما داش سيد الرئيس تجيوش تقولوا حنا ما كنكذبوش كذاب راه الراي العام اللي كيقول مواقع الاعلام كتقول هادشي هادشي ها هو خرجوا به ونعمة التربية ونعمة التربية شنو قال شنو سمعتوا قبل هذا الفيديو هذا شنو قال قال لك غادي نعاود لكم التربية ايوا هو كيربي في الناس بالادب وبالاحترام شنو قال شي حاجه قال لي انت كذاب ايوا شنو قال سب ليه بوه سب ليه مو هل قال شي هضره خاسره ما قال والو راه ممكن تفرج انت والعائله ديالك شناهي كذاب شناهي كذاب غادي بحال اللي قالها لك باك ولا قالها لك جدك ولا قالها لك شي واحد على اساس يقول لك انت كذاب عادي جدا سيد تيربي فينا الله يجيب لي ربينا هنايا هادشي اللي تنقولو حنايا السيد هذا راه عزيز عليا واش انا غير انا درت عليه حلقه انا ها عارفو عارفكم حتى نتوما عزيز عليكم حتى نتوما كتبحوه حتى نتوما كت ايوا كتجلسو في ديوركم وتحطو الطابله وديرو وتفرجو في الاخبار خصكم تشوفوها هو خصو غير يبان هذا يبان في التلفازة كاينو الباك ولا جدك يقول لك زيد 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 فيه زيد فيه راسي فرحنا غايقول شي حاجة عاوتاني زوينة عاوتاني نفرحو كثر من اللي راحنا فرحانين ها أقول له عندك يمشي ينقص من البطاقة راه رخيصة زيد ينقص منها راه عاوتاني نصدقو في المضاربة في الزنقة بنادم ما كاين باش يضارب حتى الحجر ما كاينش يبقاو يضربو بطاطا هادشي اللي عطا الله نسمعوا عاوتاني شنو غايقول لينا سمع 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 السيدات والسادة النواب المستشارون المحترمون حنا كنراهنوا اليوم على الإصلاح بالتدريج بروغريسيف وهادشي راجع في الخطاب ديال 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 صاحب الجلالة وسيكون لنا الوقت الكافي عنده واحد لو بوا اشوفوا كيفاش يكون في البرلمان ها في البرلمان كيفاش كيهضر الوقفة كي دايرة ومع ديك غا غا ويلي غا تيقولوا هذيك فوسا ولكن هو تارودانت وقيلة تحية للناس ديال تارودانت ها راكم فطحين تارودانت ها ها الجماعة ديال تارودانت وديال أكادير 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 هذاك تارودانت وقيلة كاين وهبي لا مازال حتى هو غادي يجي يدوي عليه راه مازال جاية واحد الحلقة حتى هو ديالو تا هو المهم ما عليناش حنا ما نقولوا لا زوين لا خايف تا نديروا الحلقه ديالو نهضروا حنايا غير على السي عزيز
سي عزيز نتي الاكادير راه فتحه راه ديما جاب ديرك بالخير. انا والله الا كنسمع بزاف لواحد السيد صحفي عزيز عليا محمد رضا الطاوجلي وراك وراه تيموت عليك وانت خصك تشوف انت خصك تشوف الحلقات اللي كيدير عليك. انا هو راه عايش تمايا هو عايش في اكادير عاجبه البنيه التحتيه عاجبه السكان ما كاين لا اضرابات ما كاين والو. مؤخرا مشى لشي بعض المدارس ولقاهم تبارك الله الاساتذه ناشطين عتي يمدحوا فيك. وراه اش نقول لكم السيد راه داك رضا الطاوجلي راه الصراحه راه في البلاد ديالك وتيبشرك بانك راك انسان طيب وراه الناس يبغيوك وراه بزاف ديال الحوايج. واش نقول لكم الا جيت نهضر على هذا السيد هذا راه دابا راه 16 دقيقه راه نعطيه 160 دقيقه نعطيه 4000 ساعه وما غاديش نتقادى لانه محبوب الجماهير وكل شيء كيموت عليه. ونعاودها انسان فقير جدا 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 مسؤول كبير جدا. شوفوا هذه النويطه هذه عقلوا لي عليها الله يرحم باكم. فقير جدا 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 مسؤول كبير جدا 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 وشي ايامات يقولوا ليه في عقلتوا على ديك الايامات اللي تيقولوا له اخنوش لا ترحل اخنوش لا ترحل اخنوش لا ترحل. ولقيناها مكتوبه في الحيوط ولقيناها في التروطوارات وكنمشيو للبركاسات ديال الزبل حاشاكم كنلقاوها مكتوبه وندخلوا لديورنا كنلقاوها مكتوبه. حنا ولادنا ولا تيكتبوها تيكتبوا اخنوش لا ترحل اخنوش لا ترحل. وتا دابا تنقول لك انا اخنوش لا ترحل راه ما عندنا فاش نهضروا الا مشيتي راه ما عندنا فاش ندويو راه الصحافه راه غادي يسدوا المواقع ديالهم راه ما عندهم فاش يدويو راه تيدويو غير عليك انت راه الا مشيتي نتايا راه مشكل. لو جانا شي واحد عاوتاني خايب بزاف جانا شي واحد خايب حيت انت زوين ولفناك ولفناك كلشي رخيص وخفنا غيمشي يجي شي واحد اخر ويزيد علينا. يلا الخوت تبارك الله عليكم باش نقول لكم راني كنت وجدت بزاف ديال اللقطات من شويه ديال الطنز على عزيز اخنوش ولكن داكشي راه كثير بزاف 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 بزاف. يلا قلت نعرض لكم هاد 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 القليل في القليل يعني بغينا نتكلموا على هاد السيد هذا اللي راه داير معنا زوين والله يخليه لينا وسي اخنوش لا ترحل لا ترحل راه كلشي كيبغيك كبير وصغير فقير وغني. تنقول لك ديما اخنوش محبوب الجماهير وغادي نكتبها في المينياتير اخنوش محبوب الجماهير كلشي كيبغيه انسان فقير والغني هو الله. تيصدق بزاف كيتعامل مع المسكين اللي ما فحالوش يحيد ليه يزيدو شمن يحيد ليه تا انا واقيلا عند الفم هذا غيخرج عليا تيتهلا تيتهلا كيميزي كيميزي. اما الريال ما يهزوش في جيبو الريال ما يهزوش في جيبو تيخلصو بريكار تهلا في الناس مسكين داكشي اللي كيصور تيعطيه ما عنده مسكين لا داخل لا مدخول من جهه اخرى ما عنده حتى حاجه عنده غير ديك المانطه ديالو موظف رئيس حكومه موظف عادي رئيس حكومه داكشي اللي كيتخلص به يلا كيعيش به وهادي ما مسكين حتى هو راه عايش بحالنا بحالو الغالب الله الغالب الله الغالب الله. خوت كنتو مع الطنز ديال الحلقة ديال اليوم إن شاء الله حلقة أخرى مع شي طنز آخر والسلام عليكم.